الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع الومضات الإيمانية في تلك الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان، وما زلنا مع الغنى العالي وليس الغنى السافل، الغنى العالي بدرجاته الثلاثة، وما زلنا مع الدرجة الأولى من درجات الغنى، الغنى بالله جل وعلا، وهي غنى القلب، سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة تكلمنا عن سلامة القلب من السبب، و تكلمنا عن مسالمته للحكم، يقصد به الحكم الشرع الديني والحكم الكون القدري في مراحله الأخيرة بعد أن تتقطع الأسباب ويكون العبد أوشك على الانتهاء كالغريق تماما الذي لم يبقى معه أسباب للنجاة، فهنا الأمر بيختلف في المسالمة للحكم، ويبقى يعني عليه معنى آخر وهو خلاصه من الخصومة، يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو الخلاص من مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب جل وعلا. فهنا سلامته من السبب ومسالمته للحكم الشرع الديني وخلاصه من الخصومة، فبعد أن تخلص من مخاصمة من منازعة الرب جل وعلا بالتسليم والانقياد لأمر الله جل وعلا، فيبقى عليه الخلاص من خصومة الخلق. فإن مخاصمة الخلق أيها الإخوة الكرام دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة، دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، يعني تختلف مع الخلق على ماذا؟ يعني واضح. فهنا ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني أي بالله، حتى يسلم الخلق من إيه؟ من خصومته لكمال تفويض المن، لكمال تفويضه إلى الله جل وعلا، لكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره الله جل وعلا. وهنا تظهر نقطة مهمة جدا، وهي مشاهدة توحيد الربوبية، تدبير والخلق والأمر والنهي لمن؟ لله جل وعلا، أفرادا وجماعات، مجتمعات ودول وأمم. ليس المسألة قاصرة على على علاقة بينك وبين الله عز وجل، الأمر أعظم من ذلك، فمتى سلم العبد من فقره، من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعة الأحكام كم الله عز وجل، ومن علة مخاصمة الخلق على حظوظ النفس، استحق أن يكون غنيا بتدبير الله جل وعلا، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى من؟ إلى غيره. ده واقع حقيقي المفروض يكون كذلك، وليست كلمات أو عبارات أو بنرات أو بوسترات أو بيانات أو شجب أو تويتر أو الكلام ده كله، لا ليس كذلك.
ليس كذلك. الإسلام مش كده أساسا، والعقيدة مش كده. لا، ده عقيدة بتبني البني آدم وتبني المجتمع وتبني الدول. تستحق ذلك، تستحق النصر من الله عز وجل. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قل هو من عند أنفسكم. إيه أنفسكم؟ غنية بالأسباب، يعني فقيرة إلى الأسباب. هذا واقع لابد أن ندركه، يعني هذا واقع. إيه سبب النكسات والمشاكل اللي بتحصل في المجتمعات الإسلامية؟ إن أصبح العقيدة أصبحت شكل صورة ليست حقيقة في حياة الإيه؟ في حياة البشري. فهنا إذا كان هو يعني إذا كان هو بيخاصم الخلق على حظ من حظوظ النفس أصبح غنيا بها، مفتقرا إليها، إلى ذلك السبب الذي خاصم الخلق عليه. فإن ما تقدرش تقول إيه غني بتدبير مولاه أبدا، مفوضا إليه. لا يفتقر قلبه إلى غيره. الدواقع يقول لأ، ولا يسقط شيئا من أحكامه. لأن احنا قلنا الدرجة الأولى من درجات الغنى العالي اللي غنى القلب سلامته من السبب، سلامة القلب من السبب، ومسالمته للحكم الشرعي الديني في مرحلة، وفي مرحلة أخرى تسليم الحكم الكوني القدري في حالة إيه؟ عدم تمكنه من الأسباب. وخلاصه منين؟ من الخصومة، لأن خصمته مع الخلق على سبب، على حظ نفسي. إذا هو غني إليه به فقير إليه. واضح. فهو لا يخاصم عباد الله جل وعلا إلا في حالة واحدة، إلا في حقوق ربه، إلا في حقوق إيه؟ في حقوق يعني ربه، طالبا لرضا الله عز وجل، وليس طلبا للشهرة أو لجلب وجوه الناس إليه. لأنه ينظر بعين المآلات والعواقب، لا ينظر بعين الإيه؟ البدايات. لأن الذي ينظر بعين البدايات ليس له إلا الحس، عايش مع الحس لكن مش مدرك العواقب والنهايات. فهنا لا يخاصم عباد الله إلا في إيه؟ في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله، هذا واقع. ومحاكمته إلى من؟ إلى الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التهجد، وأخرجه الإمام مسلم في صلاة المسافرين، من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول النبي كان بيقول في 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 في, في استفتاح صلاة الليل، كان يقول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. هل النبي كان بيكلم كلام إيه؟ دعاية وإعلان؟ ولا كلام ايه يبني بيه امه، يبني بيه لبنه من لبنات المجتمع، ولا يبني بيه امه، يبني بيه لبنه من لبنات المجتمع، وليس كلاما يقال او هيصه ومظاهرات وشجب وكلام. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يقيم دوله ولا يقيم مجتمع. هذا هو الذي يقيم الدوله، هذا الذي هو يقيم المجتمع، هذا الذي هو يرفع الرايه. بناء على ذلك، اللهم لك اسلمت، ده إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فهنا أيها الإخوة الكرام، تكون مخاصمة هذا العبد لله، لا لهواه ولا لحظه. ومحاكمته، يعني محاكمته من؟ خصمه في الخلاف إلى أمر الله وشرعه، لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. قد قالت النبي السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب والإمام مسلم في الفضائل، ماذا قالت؟ قالت السيدة عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. أين أحوال المجتمعات؟ أين أحوال الأسر؟ أين أحوال الجماعات في تلك المعاني؟ أمر مخزي جدا. وبعد ذلك تريد أن تنتصر لدين الله عز وجل؟ تريد أن تغضب لدين الله عز وجل؟ تريد أن تغضب لانتهاك حرمات الله؟ من أنت؟ من أنت؟ أين سلوكك؟ أين رايتك القلبية؟ أين؟ أين؟ حقيقة لا بد من مواجهة النفس مواجهة حقيقية. انت زعلان عشان القدس؟
وما يحدث في القدس جزاك الله خيرا، ولكن أين واقعك الذي انتصرت فيه لدين الله، الذي انتصرت فيه التوحيد مع نفسك في بيتك وأسرتك وعلاقاتك الاجتماعية؟ أين؟ أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ أين الشواهد في حياة العبد؟ أين؟ بنعيش مع اللي عايش، ده يركب الموجة وده يركب الموجة، وحماس هتركب الموجة إخوان ويركبوا الموجة يعدوا المسألة، انتصارات سياسية ومكاسب على الأرض. الدين ما ينتصرش كده أبدا أبدا، الراية ما ترفعش بهذه الطريقة، والله أبدا لن ترفع بهذه الطريقة، لن ترفع إلا بالطريقة التي رفعها بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ما فيش غير كده. غنى بالله، فقر إلى الله، واقع مجتمع ينطق. كيف فتح صلاح الدين الأيوبي القدس؟ كيف استلم سيدنا عمر بن الخطاب مفاتيح القدس؟ ازاي؟ رجع المسألة، العبودية في المقدمة، التألف في المقدمة، الواقع كله على مستوى مصر في القرى وفي النجوع وفي العزب، قرآن، علوم شرعية، التزام، مجتمع متمسك على على على, على صراط الله المستقيم، معتصم بحبل الله المتين. لن يأتي النصر إلا بهذه الطريقة. على خلاف ذلك انتظر، انتظر النكسات والانتكاسات. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ لتكميل عبوديته صلى الله عليه وسلم. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر بالطاغوت. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. والحكم حكمان، الحكم حكمان أيها الإخوة، الحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. فلا بد من تفصيل تلك المسألة. فهنا كيفية الاستسلام للحكم وترك المنازعة، الاستسلام للحكم وترك المنازعة، وسلامة القلب من السبب حتى تحصل على قلب غني بالله، درجة أولى من درجات الغنى العالي. فالأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا انتوا عايزين تقول الله اكبر وتعدي سينا يبقى انتصرت، هي كلمه؟ لا، ده واقع، ده واقع، واقع امه، واقع شريعه، واقع تحاكم لامر الله عز وجل وشريعه الله عز وجل. استسلام وتسليم كامل للحكم الدين الامري، خلاف ذلك لا، مفيش نصر، مفيش تمكين، مفيش امن وامان. منك للناس، منك لأمريكا، منك لإسرائيل، منك لأوروبا. انت اخترت الطريق ده، انك انت هتستعين بمين؟ بنفسك، بقوتك، بعددك، مالكش قيمة. فالأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني أمري، فهذا من حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد. ما تقوليش الظروف اتغيرت وتقول لي الطلاق الشفوي، وتقول لي تجديد الخطاب الديني بالمفهوم الغربي، التبديل والتحريف والتغيير.
الكلام ده يمشي مع نفسك مش هيمشي مع الشرع. ما تحاولش تتكلم بطريقة تانية. النكساته في طابور جاية ورا بعض، كورونا وغيره وجاي، واسرائيل عمالة تشفف اللي جابنا دلوقت، واحنا بيقول يا امم المتحدة الحقيقة يا مش عارف يا منظمات ايه انت حين، واجتماعات امم متحدة وما فيش كلام. هيديك انت مين؟ تعال انت فين؟ سايب ما سايب اسباب قوتك ونهضتك وعلوك في الارض الشريعة، حكم الشرع الامر الديني الذي لابد ان يقابل بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة والانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة. فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة. ما تقولش اصل بقى ظروف لا ولا سياسة، مهما كانت تلك السياسة، ولا قياس ولا تقليد ولا يرى ولا يرى الى خلافه سبيلا البتة، وانما هو الانقياد المحض والتسليم والاذعان والقبول. فاذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة اقرارا وتصديقا بقي هناك انقيادا اخر وتسليما اخر له ارادة وتنفيذا وعملا. فلا تكون له شهود تنازع مراد الله عز وجل من قلبه. يعني اما يلتزم بالظاهر لازم يلتزم بايه؟ بالباطن. كما لم تكن له شبهة تعارض ايمانه البتة واقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الامر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين من قبلهم الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل. ولا خاض في الباطل أي أخوة، خوض الذين إيه؟ يتبعون الشهوات. فاستمتعتم إيه؟ كما استمتع إليه وخضتم كالذي إيه؟ يبقى شهوات وكلام بالباطل، واضح؟ فهنا لابد أن ندرك. أما الحكم الثاني، الحكم الكوني القدري أيها الإخوة الكرام، الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، اللي هو إيه؟ بتنازع الأقدار بالإيه؟ بالأقدار. والذي حكم به يسخطه ويبغضه ويزم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل إيه؟ بكل ممكن، ولا يسالم البت. واحد جعان ياكل، واحد عشان يشرب، واحد مريض يروح الدكتور، وهذا بقدر الله. يبقى هذا بقدر الله، يفر من قدر الله الى ايه؟ الى قدر الله، واضح؟ فهنا لابد ان ندرك. فان ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه، فتامل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله. إلى إخوة إيه؟ إلى قدر الله. نفر من قدر الله إلى يعني إلى قدر الله. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسلمه ويتلقاه بالإذعان، لا بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بإيه؟ بقدر الله. وما خرج في ذلك عن إيه؟ عن إيه؟ عن قدر الله. وما خرج يعني بذلك عن إخوة إيه؟ إيه؟ عن قدر الله. وهنا نقطة مهمة يعني جدا لابد يعني أن ندركها في تلك المسألة. فإمتى العبد يستسلم؟ إذا إيه؟ إذا فرغ من أن يتخذ سببا، يعني انتهت الأسباب والمرض لم يبقى له إلا الإيه؟ إلا التسليم، إلا الاستلام لإيه؟ التسليم لأمر الله.
ويشفيك في هذا المقام أربع آيات: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والثانية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والرابعة قول الله تعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا، فقد أدى عبودية الله جل وعلا في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة. وبهذا نقول قد انتهينا من الدرجة الأولى من درجات الغنى العالي، وننتقل إلى الدرجة الثانية من درجات الغنى العالي، وهي غنى النفس. يبقى لو هناك غنى الايه؟ القلب، والثانية غنى النفس، وهي استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايع. واضح يا إخوة؟ يعني فهنا يريد استقامتها على المرغوب. ماذا يريد من قوله استقامتها على المرغوب؟ استقامتها على الأمر الديني الذي الإرادي الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك. إزاي؟ تعظيما لأمره. تعظيما لمين؟ وتعظيم لأمره مش هيكون ناتج عن تعظيم لمين؟ لله عز وجل. يبقى استقامتها على المرغوب. ايه المرغوب؟ الامر الذي ايه؟ الديني الشرعي الارادي الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وان تكون هذه الاستقامه على الفعل والترك. تعظيما لمين؟ لله، الذي ينتج عنه تعظيم ايه؟ تعظيما لامره، لان اللي بيعظم الله يوم يعظم ايه؟ امره. واضح؟ وإيمانا به واحتسابا ليه؟ لثوابه، وخشية ايه؟ من عقاب. زي ما بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايه؟ إيمانا وايه؟ واحتسابا. يبقى هنا إيمانا عبارة عن ايه؟ تعظيما له وتعظيما لأوامره، وإيمانا به واحتسابا لثوابه، وخشية من عقابه، كما قال إمام طلق: يعني أطفئ الفتنة بالايه؟ بالتقوى. العمل على طاعة الله في ايه؟ ها؟ بنور على نور من على نور من الله ترجع سوا، وتترك المعاصي ايه؟ على نور من الله بتخاف ايه؟ عقاب الله عز وجل. يبقى هنا ايه؟ يعني لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربا من ذنبهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم. فهذا دليل على غاية الفقر، اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيعمل ذلك طلبا لايه؟ لتعظيم المخلوقين ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزله عندهم. فان هذا دليل ايها الاخوه الكرام على ايه؟ هذا ايه؟ هذا دليل على ايه؟ على غايه الفقر من الله والبعد منه، وانه افقر شيء الى المخلوق. نقطه مهمه جدا ايها الاخوه، احنا لازم ننتبه له. هذا ليس كلام، هذا منهج حياة، هذا منهج سلوك. يعني محتاجين احنا نكون ايه؟ ننتبه الى تلك الايه؟ تلك المعاني. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها بمين؟ بالله جل وعلا، لانها اذا ازعنت منقادة لامر الله طوعا واختيارا ومحبة وايمانا واحتسابا، بحيث تصل لذتها وراحتها ونعيمها أيها الإخوة، ها، ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني وغيره، يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. واضح؟ يبقى هنا إيه؟ غنى بمين؟ بالله عز وجل، اللي هي إيه؟ اللي هو كما يقول هنا الإمام إيه؟ استقامته على الإيه؟ على المرغوب. يعني إيه؟ بالظاهر؟ لا، بالظاهر والباطن. توصل تبقى إيه؟ تبقى قرة عين، تبقى قرة إيه؟ نعيم، تبقى نعيم، تبقى سرور. يعني وانت في الطاعة تبقى إيه؟ لذة، راحة، نعيم، سرور، وكل ده في القيام بالإيه؟ بالعبودية. يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين أيها الإخوة الكرام فوق المحبة. يعني إيه؟ فوق الإيه؟ فوق المحبة. يعني فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي إيه؟ يطمئن القلب بالوصول إليها، وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته، إنما هو فين؟ في الصلاة. إنما فين؟ في الصلاة، اللي هي بتعتبر بالنسبة لنا إيه؟ عذاب، عذاب أليم، تعب. بتبقى نفسك يعني لو أقول لك أنت صليت كده وأنت ما صليتش ولا إيه؟ جزاكم الله خير. يعني أنت لو دورت، لو عملنا دلوقتي استطلاع رأي على وزير الأوقاف اللي خلى الصلاة تلت ساعة ولا نص ساعة، هتلاقي إن ممكن يعني ممكن يبقى رئيس الجمهورية. المهم الناس عايزة كده. واضح؟ وإحنا بس في الظاهر مش عايزين كده، لكن في الباطن الواقع بتاعنا الحال بيقول إيه؟ بيقول لا، في مشكلة، في مشكلة. طب إيه؟ نعرف في مشكلة ولا مفيش مشكلة منين؟ نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. طيب إيه بقى قرة العين؟ عشان نقدر نعرف معنى الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قرة العين فوق المحبة. يعني وأخبر أن قرة العين يعني إيه بقى اللي فوق المحبة؟ يعني إيه؟ يطمئن القلب بالوصول إليه، وتحضره لذته وفرحه. لذته اللي هو إيه؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. لذته وفرحه، فرحه اللي هي إيه؟ اللي هي بعد الشواهد الربوبية والألوهية والوحي المنزل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأسماء والصفات والاسم المتمم لصفات الأفعال القيومية، والاسم المتمم لصفات الجمال والكمال، صفات الحياء والقرب، والقرب قرب الظاهر وقرب الباطن، وبعد حالة الفرح والسرور. أدي حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قرة العين عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد معناه ايه؟ يطمئن القلب بالوصول الى ايه؟ اليها. اليها مين؟ الصلاة. وتحضره لذته وفرح فين؟ وسرور وبهجته. انما هو فين؟ ان في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه. هي الصلاة بالنسبة لك صلة مع الله عز وجل، صلة، صلة. وانت في الصلاه بتنشغل بحاجه تانية؟ ولا يعني لو انت بتتفرج على ماتش او بتتفرج على حاجه انت بتحبها، تسمع ان حد يتكلم جنبك؟ ابدا. لكن هنا ده انت بتكلم نفسك وانت جوه الصلاه من خلال الخواطر وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. فهنا فالصلاه هي التي هي صله بالله وحضور بين يديه ومناجاه له واقتراب منه. كيف لا تكون قره العين؟ كيف لا تكون ايه اخوه ايه؟ كيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين المحب لله بسواها الشهوات؟ يعني فإذا حصل للنفس هذا الحط الجليل فأي فقر تخشى منه معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها. ما يبقاش تكلف، لا، يبقى انبعاث، ويصير مجانسا لطبيعة ايه؟ القلب. خلاص القلب والنفس حتة واحدة وما بقاش بقى في مشاكل، فتصير بذلك مطمئنة بعد ان كانت لوامة، وانما تصير مطمئنة بعد ان تبذل صفاتها.
خلاص بقى كل صفاتها ايه لمن ليوم حضرتكم حتى تكون هوايه تبع اللي ما ايه جئت به وانقلاب طبعها. لماذا؟ لاستغناء القلب بما وصل اليه من نور الحق جل جلاله. فهنا ايها الاخوه الكرام جرى اثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله، وصارت ذاته نورا فصار عمله نورا وقوله نور ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان مبعثه في مبعث ممن أتم له نوره فقطع به الجسر كما قال ربنا جل وعلا. فهنا أيها الإخوة الكرام لابد أن نفيق، لابد أن نعود، خصوصا يعني العشر الأواخر على وشك الانتهاء والأمر ما زال قائما إن قدر الله وشاء، ولكن أين القلوب؟ أين الأحوال؟ أين السلوك؟ أين الإيمان؟ أين الربوبية؟ أين الألوهية؟ أين الشواهد؟ لابد أن نجتهد في أن نجعل كل أيامنا وكل أنفاسنا في الله جل وعلا عبودية، تأله قلب، توحيد، حتى يعني نعود إلى الله جل وعلا عودا حميدا، يعني نكون فيه من عباد الله الصالحين. نسأل الله العظيم أن يعفو عنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.